وصلنا لتاني محطاتنا لليوم لنحكي فيها عن الأعمال الخيرية والإنسانية والجهود الإنسانية اللي عم تبذل بكافة أنحاء سوريا. اليوم رح نتعرف من خلالها على مشروع الشباب نبض الوطن وجمعية بسمة. يا رشا، أكيد يا ليلى، ودائما نحن بننوه ضمن صباحاتنا أنه قدرة الجمعيات الخيرية وكل الأيادي البيضاء أنه تعمل بصمة جدا مهمة خلال السنوات الماضية، إن كان بسنوات الحرب على سوريا، إن كان بكارثة الزلزال وحتى كورونا. كان في مجهود جدا عظيم من شباب وصبايا تواجدوا على الأرض وقدموا كل شيء من قلوبهم ومن أرواحهم للناس اللي هي أكثر هشاشة اليوم ضمن سوريا بتجمعنا، واللي دائما نحن متعودين على نشاطاتها ونحن دائما منواكب آخر التطورات والأعمال ضمن الجمعية. اليوم رح نروح لنتعرف أكثر على مشروع بدعم الطلاب ومشروع بدعم الأسر الأكثر هشاشة، وأيضا شو عندهم تحضيرات على عيد الأضحى، معلومات وهيك أسئلة حجاوبنا عليها ضيفنا لليوم، وهي السيدة لبنى مسوح مسؤولة إدارة في مؤسسة سوريا بتجمعنا. أهلا وسهلا فيكم. هلا لبنى، كيفك؟ هلا تمام. أهلا وسهلا فيكي. بالبداية خلينا نحكي عن الدوافع وراء إطلاق مشروع الشباب نبض الوطن، وكيف تم اختيار هدول المحافظات؟ هلا نحن بالاساس مشروع شباب نبض الوطن هو معنه جديد، هو قديم، وكنا نقدم فيه الحقائب المدرسيه والقرطاسيه للطلاب من الصف الاول للبكالوريا، بالاضافه لنشر ثقافه العمل التطوعي بالمدارس. ولكن السنه كان هي الحمله بالذات كانت موجهه لطلاب الجامعات، كانت عباره عن دعم لهم ليكملوا مسيرتهم بالتفوق والدراسه، فكانت تم تجهيز القوائم على اساس الزيارات الميدانيه للمحافظات اللاذقيه وحلب وحمص وحما، وان شاء الله مكملين. رح نكون زيارات ميدانيه للطلاب ببيوتهم، رح يكون عباره عن دعم نقدي ليكملوا مسيرتهم بالجامعه ويتخرجوا، وهن بالاساس طلاب متفوقين وعم يسعوا للجد. ان شاء الله يعطيكم الف عافيه. طيب لبنان، اليوم ذكرتي بعض المحافظات السوريه، ونحن اليوم نعرف انه هدول العوائل موجودين او الشباب والصبايا بكل المحافظات السوريه، ولكن اليوم كيف تم اختيار هدول المحافظات؟ هل اليوم استعنتوا بداتا، حسيتوا انه هدول المحافظات نسبه الناس اللي هن بحاجه انكم تكونوا موجودين اكثر من باقي المحافظات السوريه؟ تمام. هلا دائما احنا بنقول دائما التشبيك مع الناس الموجوده على الارض والتشبيك مع باقي المنظمات غير الحكوميه او مع الجهات اللي هي عم تزودنا بالقوائم، هذا شيء كثير ضروري لنا ولهم لحتى نقدر نوصل لاكبر قدر ممكن. هلا نحن بالمحافظات اللي انا ذكرتها في لنا فريق بمؤسسه سوريا بتجمعنا موجودين هونيك وعلى الارض. كان في دراسه قبل لهي العائلات من خلال زيارات ومعرفه شو وضعهم، وتم تجهيز القوائم. تمام، وتم تجهيز هالقوائم ودراسه مستمره. يعني احنا بدنا نخلص هاي المرحله، في عندنا اكيد مرحله ثانيه، لانه مثل ما تفضلتي حضرتك بدنا نوصل للكل والعدد الكبير. صحيح. فدائما هي دراسات ميدانيه على الارض قبل وبعد لحتى نختار هاي العائلات ونتوجه لعندها باي محافظه كانت. خلينا نحكي شوي عن اهميه جلسات الدعم النفسي وخصوصا اللي عم تساهم فيها جمعيه بسمه بهذا الاطار. تمام. هلا هي نحن في عنا اخصائي نفسي موجود بالمؤسسه، كان في دورات تدريبيه للمتطوعين المتواجدين، وبالاخير تم الاتفاق مع جمعيه بسمه على دعم الاهالي اللي هن اطفالهم مسجلين لدى جمعيه بسمه، سواء الموجودين هلا الله يخفف عنهم ويحميهم، وسواء يلي كان لهم تجربه سابقه وانشفوا من هذا المرض. فكانت هي عباره عن جلسات حواريه مع الاهالي، كانت تشبيك بيننا وبين مشرفين من جمعيه بسمه والاخصائيه النفسيه، فكان مثل حوار يعني عائلي اكثر ما يكون دعم نفسي، لانه كل حدا حكى تجربته وكل حدا شو استفاد من تجربه الاخر، وهيك هدول الناس تكوني قريبه منهم تسمعي تجربتهم مع انه هي مؤلمه، ولكن مشان الغير يسمعها ويكون عندهم القوه لحتى يكملوا الطريق. يمكن الناس او الشخص اللي بيكون بهذا الوضع النفسي بيشعر انه هو لحاله او انه هو حالته بس ما في غيره موجود بهي الحالة، فممكن هذا التشبيك مع الأشخاص، الجلسات الحوارية بتخفف من هاي القصة. أكيد. أكيد. وبصير عنده قناعة أكثر، بصير عنده طاقة أصلاً للعلاج. صحيح، ونحن شفناها منهم مباشرة بالقعدة، إنه في قعدات تانية إمتى كمان لسه فينا نقعد معهم مع الأهالي التانيين، لأنه كيف قعدتي مع واحد عم يفضفض شو عاش وشو، ومثل ما تفضلتي حضرتك إنه يكون لحاله هو عاش معركة طويلة. صحيح. فإنه يحكي تجربته ويطلع هيك الشيء اللي جواته، فكان
كانت تجربة كتير حلوة إلنا وإلهم بصراحة. أكيد اليوم، وهي خلينا نقول واحدة من الخدمات اللي عم تشتغلوا عليها. صحيح. ولكن إذا بدنا نروح لحملة على امتداد الوطن، نحن عرفنا من حضرتك كيف اليوم عم يتم انتقاء العائلات الأكثر هشاشة. صحيح. العوائل اللي هي بحاجة تواجدكم معها، ولكن تمام. إذا بدنا نحكي عن خدمات شو عم تقدموا، إن كان طبيا إن كان على المستوى النفسي الشخصي. تماما. هلا هي حملة على امتداد الوطن بتعرف حضرتكم هي قديمة من أول ما بلشت. صحيح. المؤسسة، وهي بيندرج تحتها كتير حملات ومساعدات، سواء إغاثية، عينية، نقدية، غذائية. الفرق هلا نحن شوي مثل ما حكينا قبل، لحتى ما نقدر نحرم حدا وحدا يكون ياخذ عن حدا ثاني، فكنا عم ننزل على الارض هالفتره. هلا كان دراسه العائلات مثل ما تفضلتي الاكثر هشاشه، رحنا لعندهم قعدنا معهم، سمعنا شو بدهم، شو طلباتهم. انت قاعده مع الشخص ببيته شايفه وضعه، عم يحكي لك شو ناقصه شو عنده. فكانت هي بالمناطق، حاليا رحنا على مناطق دمشق وريف دمشق، كان في تجهيز لقاعده بيانات كبيره، هلا عم نشتغل عليها لحتى نشوف شو هن بحاجه ممكن ندخلهم بمشاريعنا يلي عم نقدمها، سواء الطبيه، سواء الاغاثيه، سواء الغذائيه. ممكن يكون في مشروع جديد لهي الناس، يعني ندخلهم ضمن مشروع نحن ما عنا اياه، يكون في مشروع وليد اللحظه لحتى نخدم هي الناس اللي نحن زرناها. بالمناسبات والاعياد بتقوموا بزيارات لاسر الشهداء. هلا نحن مقبلين على مناسبه عيد الاضحى، خلينا نحكي عن هي الزيارات كيف بتتم وكيف بتنسقوا لها، وشو الرساله اللي بتودوا انه توصلوها؟ تمام. هلا دائما نحن هي العيد مع اهل الشهيد عنا اياه، يعني صار حاله مقدسه دائما، فرح يكون في عنا زيارات لاسر الشهداء بمحافظات لادقيه وطرطوس وحمص وحما، رح يكون في بدير الزور وبالرقه. طبعا التنسيق دائما مع مديريه مكتب شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين، هي اللي عم تعطينا هاي القوائم، وبصير التنسيق مع مكاتبها بالمحافظات وعن طريق فرقنا الموجوده هنيك. رح يكون في زيارات ميدانيه منظمه طيله فتره ايام العيد، وهذا الشيء نحن بنعتبره بصراحه واجب، يعني شو ما قدمتي وشو ما عطيتي. تماما. يعني شو ما قدمتي، نحن كل سنه بنقدم شيء وعم نحس حالنا لسه مقصرين، لسه في شيء مو عاملينه. خاصه انت عم تروحي لعند هاي الناس عم تتفاجئي انه هن اللي عم يعطوكي القوه مو انت اللي عم تعطيهم القوه. صحيح. دائما هيك بنحاول، ما شاء الله اليوم عندكم طاقات حلوه خلال هاي الفتره، يعني من خلال حديثك لبنى. خلينا نروح لتراتيه ولا جمعيه. تمام. الوفاق، واليوم في انشطه ايضا عم تشتغل عليها هي الجمعيه، قد ايه مهم اليوم؟ خلينا نحكي عن شو عم تشتغل وقد ايه مهم عملها بالتكافل الاجتماعي. تمام جدا. هي الناس يلي انت عم تروحي على ناس مسنين وعم تروحي على اطفال ذوي احتياجات خاصه، عم تقدمي لهم الهدايا. نحن عم نجهز هذا المشروع من فتره اللي نكون معهم بالعيد. رح يكون في تقديم هدايا للاطفال المتواجدين بالقريه الخاصه بذوي الاحتياجات الخاصه بجمعيه الوفاق بدير عطيه، وكمان للمسنات الموجودين هناك بدار المسنين. رح يكون في زياره للاطفال وزياره للمسنات، رح نقدم لهم هدايا ونعيد معهم. مع الجمعيه؟ لا، طالعين قبل لعندهم وزايرينهم، ونحن دائما على تواصل معهم، ويعني اخواتنا بنطلع لهونيك بنقضي العيد سوا، يعني بنتسلى وبنلعب وبنقدم الهدايا. ودائما نحن بنقول هي القصص دائما صدقيني عم ترجع علينا نحن كمؤسسه بمشاعر وطاقه، مثل ما تفضلتي حضرتك دبل اللي نحن عم نقدمه او دبل اللي عم نحن عم نعطيهم اياه اكثر ما عم يرجع عليهم. اكيد اكيد. من الاشياء اللي بتقدموها كمان تقديم السلال الغذائيه، كمان طبعا. جزء مهم من عمليه المساعدات او الدعم، وخصوصا بمحافظه دمشق. خلينا نحكي كيف عم تتم عمليه التوزيع وشو هي التحديات اللي بتواجهوها. اكيد في كل عمل فيه تحديات. هلا نحن ما زلنا مستمرين، من بعد شهر رمضان الكريم كملنا بتقديم السلال الغذائيه. هلا بدمشق مثل ما تفضلتي كان عندنا توزيع سلال غذائيه وماده التمر على العائلات، كمان باللادقيه كانوا مستمرين بتقديم المواد الاغاثيه من بعد فتره رمضان لليوم، لساتهم مستمرين لهلا. السلال الغذائيه نحن دائما اول تحدي من نعيشه مثل ما تفضلتي حضرتك، انه نحن دائما بدنا نحاول نطلع من الاغاثي للتنموي، ولكن الوضع بالبلد عم يخلينا نروح لهي الخطوه لانه ما فيكي تطلعي من الاغاثي هلا، العالم لساتها بحاجه. بس التحديات والصعوبات هي نفسها اللي دائما انه وقت عم نواجهها، اللي هي العقوبات وغلاء الاسعار. يعني انت بينما كنت تجيبي سلال غذائيه بقيمه معينه كل سنه عم تكون اكثر واكثر، وانت ما فيكي توقفي هذا المشروع مستمره، بدك تجيبي وبدك هي الناس اللي تعودت انك تكوني معها. فالتحديات موجوده، لكن كمان نحن موجودين ومستمرين
وصلتي لمرحله بالعكس حبيت تعطي اكثر، ما عاد فيكي تتراجعي لورا. ان شاء الله اكيد اليوم انتم هدفكم الخطوه لقدام، خطوات للامام اكيد. يعني لبنى خلينا نركز بس على الموضوع شوي الطبي، يعني اليوم في حالات كثير ان كان ذوي شهداء ان كان عائلات اكثر هشاشه عندهم حالات طبيه بحاجه لاعانه ماديه، بحاجه لانك تشبكي مع اطباء مع مشافي، هل اليوم عم تتبنوا بعض الحالات الطبيه وكيف؟ هلا نحن بالاساس في عنا مشاريع طبيه بالمؤسسه اللي هو مشروع دوائي، هو عباره عن تقديم الادويه بشكل مجاني على مدى عام كامل، كل شهر بشهره بيجي المريض بياخذ ادويته من الصيدليه، نحن مشبكين نكون مع الصيدليات. هذا موجه للكل، للاسر الاكثر هشاشه، للفاقدين معيل، لعائلات الشهداء والجرحى والمفقودين، للنساء الارامل، للكبار بالسن. وعنا مشروع تنفس مع عاش المرض اللي هو تحت تقديم اجهزه توليد الاكسجين، بلش مع الكورونا استمرينا فيه لأي مرض تنفسي بحاجة. هلأ نحن في عنا مشاريع نحن حالات مرضية نتبناها، ولكن بدها تكون قيد الدراسة، لأنه أنت عندك كمان يعني على أرض الواقع بدك تحاول يا بدك تغطي هذا الشيء بالكامل يا أما عندك عدد كتير كبير اليوم، ما بدك تظلمي حدا، ولكن يمكن في حالات اليوم أكثر اضطرارية يعني طوارئ خلينا نعتبرها. تمام، هذا الموضوع هلأ قيد الدراسة عم نشتغل عليه، وعم يكون في دراسة للعائلات حسب الحاجه مثل ما تفضلتي، وبالتشبيك مع الاطباء، وان شاء الله نقدر اكيد نلبيهم. حتقدروا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. بالنسبه للاشخاص اللي بتحب تقدم مثلا انه هي لسه اول مره بدها تقدم للجمعيه او للمبادره، حابه انه تستفيد من هي المساعدات، طبعا. اليوم شو هي الاليه، شو هي يمكن الاوراق المطلوبه او شو الشروط اللي انتم طالبينها لحتى يكون هذا الشخص فعلا بيستحق المساعده؟ هلا نحن بالاساس شوي تقديم المساعدات عم بيكون بموجب قوائم، عم تجينا قوائم من المحافظه، من وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل، من الجهات اللي نحن مشبكين معها، ولكن نحن بابنا مفتوح وصفحه المؤسسه موجوده، ما في اي اوراق او طلبات لحتى يتم قبول هي الحاله، فنحن عم يراسلونا على صفحه المؤسسه، سواء الناس اللي حابه تتطوع وسواء الناس اللي حابه تطلب مساعده، عم يكون في دراسه من الفريق الموجود، دراسه حاله وترتيب لحتى نتوجه لهم حسب من الاكثر حاجه لحتى نوصل للكل، نرجع نتواصل معهم ونعمل لهم دراسة حالة وساعتها إذا في أوراق مطلوبة أو شيء نطلبها منهم. طيب لبنى، وقت بنقول اليوم في مؤسسة نشحت على أرض الواقع، نحن عم نحكي على فريق كانوا إيد وحدة على جميع الأصعدة خلينا نقول، واليوم التشبيك جدا مهم، يعني ذكرت اليوم أنه في تشبيك مع صيدليات، في تشبيك مع أطباء، وأكيد اليوم في تشبيك مع مخاتير، وفي تشبيك مع وزارة الشؤون الاجتماعية. طبعا خلينا نحكي عن هذا التشبيك، أهم التسهيلات اللي عم تتقدم لكم كرمال تستمروا وتنجحوا بعملكم. تمام، هلا ذكرتي حضرتك فكرة المخاتير، وهدول الأشخاص المفتاحيين الموجودين المناطق، هن اساسا موجودين على الارض، يعني هن اكثر درايه منا باهل هاي المنطقه، فهن لما عم يوجهونا لهي العائلات خاصه بالمناطق اللي عانت من الحرب واهلها شيء مهجر وشيء رجع جديد، فهدول بالعكس هدول عم يكونوا ايدنا اليمين، عم يوجهونا على عائلات هن فعلا بحاجه، وهن ادرى فيها، مثل هلا مثلا كمان الطلاب وقت كنا موجودين كمان توجهنا لناس موجودين بمناطقهم، انه هن دلونا عليهم، هن عم يقولوا لنا شو حالتهم. وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل اساسا نحن عم نشتغل تحت مظله، فهي دائما عم يكون في بصراحه تسهيلات دائمه، اي حملات عم نشتغلها عم تكون معنا دائما، عم تزودنا ممكن بقوائم، عم تزودنا بالموافقات، عم تكون معنا بكل خطوه، فنحن اساسا عم نشتغل تحت رايتها وبصراحه يعني معنا بكل خطوه. تشكر لكل الخدمات ولكل الجهود اللي عم تقدمها الوزاره. اكيد لبنى ذكرتي الأعمال التطوعية، خلينا نحكي شوي عن أهمية الأعمال التطوعية اليوم، قديش المتطوعين عم بيساعدوكم وخصوصا إيصال المساعدات لأكبر قدر ممكن من الناس المحتاجة، قديش مهم العمل التطوعي اليوم وخصوصا حتى عم نشوف أحيانا أطفال عم بتساهم بهي الأعمال التطوعية؟ صحيح، هي الأطفال عشناها بفترة الزلزال. العمل التطوعي بالأساس هو أنت بدك تكون الشخص من جواته، كثير بيسألون أنه شو الشروط، هي الشرط الوحيد أنه أنت تكون من جواتك مقتنع بالعمل التطوعي، وأنت حابب تنزل أنك تعطي بدون مقابل، تقدم لو جزء من وقتك لهي الناس الموجودة. وبصراحة هو كثير شيء حلو أنك تنزلي لعند هي الناس وتسمعي وتقدمي لها المساعدة عندها ببيتها، مو أنه تجيبيها لعندك، لا
انت تطلعي. هذا الشيء دائما بنشوفه حلو و يعني بهذب النفس انه انت تطلعي تزوري هاي العالم تشوفي شو حاجته، ودائما نشعر بالسعاده انه نحن عم نحاول نقدم لهم شيء وعم نشوف هن قديش فرحانين بزيارتنا لعندهم. الشباب المتطوعين سواء هون بدمشق وريف دمشق ولا بالمحافظات، عن جد الفريق يعني انا بدي اشكرهم كثير كموجوده بدمشق عن باقي المحافظات، لانه عم يقدموا جهد كثير كبير. الناس الموجوده هناك عم بتكون معنا خطوه بخطوه، عم يشتغلوا عم يوصلوا احيانا الصبح مع الليل. من وقت الزلزال بزلزال في ناس تواصلت معنا هي معنا بالمؤسسه، بس انه وين انتم موجودين لنجي نساعدكم، طلاب مدارس، اطفال مثل ما تفضلتي، طلاب جامعات، انه كانوا معنا لو خلال هي الفتره بس انه اجوا ازروا معنا وساعدونا. فبالعكس ونحن بنرحب باي حدا يكون حابب يتطوع عنا بالمؤسسه، لانه هي اساسا عائله، فاي حدا مرحب فيه بالعائله لانه اكيد رح تكون اضافه حلوه للمؤسسه. هو انت قلتي يا لبنى اليوم هي عائله، ولكن خلينا نتفق على شغله، يمكن كارثه الزلزال غيرت شوي او كثير، يعني اليوم شفنا نخوه كثير يعني كانت قويه، شفنا اليوم فزعه من الشعب السوري، يعني صحيح. هي اكيد متوقعه ولكن كانت بشكل كثير عفوي وجميل، يعني يمكن بوقتها صار في تخبط كثير كبير، صار في اول فتره ضياع، الصوره ما كانت واضحه مشوشه يعني. فاليوم كان في حذر ايضا بموضوع التطوع التلقائي، يعني اليوم ما بدنا انه ندخل حالي بحاله اخرى ثانيه يعني، ولكن اليوم نقول محافظات سوريا اليوم في قائد عم بيشرف على هدول الفريق المتواجد بالمحافظات السوريه، عم بيعطي الحب، عم بيعطي النظام والنجاح اكيد يعني. صحيح. خبرينا عن هي العلاقه الجميله. بالاساس نحن من وقت بلشنا كفريق كان في خطه انه نحن ننظم الشغل. طالما انت عم تنظمي معناتها عم تعطي صح وعم توصلي للناس الصح. بالمحافظات الفريق هلا نحن عندنا افرع غير مشهره بحلب وباللاذقيه، قريبا ان شاء الله رح يكون متواجدين بحمص وحماه، نحن موجودين ولكن لسه ما عندنا افرع غير مشهره هنيك. هنيك التنسيق الدائم بيننا وبينهم، هن اهل المنطقه وهن على الارض نضرب شعبها تماما يعني يعني محافظه اللاذقيه الشباب موجودين هنيك، هن ابناء المحافظه، فنحن بدنا ناخذ الصوره منهم. نفس الشيء حلب، نفس الشيء حمص، نفس الشيء طرطوس. فالعلاقة هي انه هدفنا واحد بس، الهدف الوحيد انه هو نكون موجودين ونعطي العطاء بلا حدود على امتداد الوطن وين ما كنا وباي منطقة كنا فيها. والجهد الشغلة الحلوة اللي بدي احكي عنها اللي صارت وقت الزلزال بين المحافظات، انه فريق اللاذقية نقصوا حدا، طلع حدا من فريق حمص لعندهم، اجى حدا من فريق تفاجأتوا بفريق حدا في انضمام كثير كبير للناس ما بتعرفوا تماما يعني. هو هذا اللي صار. نحن حتى بدمشق هون نحن عم نضب القوافل لتتجهز انطلاق، ما في عالم نحن ما بنعرفهم، بس سمعنا انكم عم تجهزوا هون فنحن جايين نساعدكم لو بس بهي الفتره. فدائما الايد وحده ما بتزقف، دائما لما نكون يعني ايد وحده بالنهايه رح نعطي. بيعطوكم افكار، بيعطوكم مشاريع، بيعطوكم اضاءات لحالات كونه هن ابناء المنطقه. هو تبادل خبرات كمان مع ناس ما كانت موجوده معنا وتعرفنا عليها جديد. اكيد بيساهموا بالتصوير بنهايه القصه يعني. طبعا طبعا اكيد 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 الاعمال التطوعيه دائما لها دور كبير ومهمه، يعني حتى يمكن لما بتروحوا لعند الاشخاص اللي هن مثل ما ذكرتي انهم بحاجه المساعده وبتشوفوا عندهم هي الطاقه هي الروح الحلوه الايجابيه، يعني رغم كل شيء انه عم بيمروا فيه قديش ما بتاخذوا منهم هي الطاقه الحلوه. هي الفرق هذا اللي حكيت اول شيء، انه انت رايحه لتقوي شخص هو فاقد حدا بالحرب تتفاجئ انه هو اللي عم يقويكي. في ناس رحنا لعندهم يعني نحن اللي فتنا هيك خجلانين، يمكن انه شو هي الكلمات اللي بدك تعطيها لحدا، ما في انت خجلانه من جرح هذا الشخص. تمام. شخص قدم جزء من جسمه، شخص قدم اولاده، يعني عم بتطلع بتلاقي هن كيف بيرحبوا فينا، بتحسي انت فتي اخذتي القوه منهم وطلعتي. يعني بتلاقي الولد صغير شو بدك تطلع بس تكبر مثل بابا، بدي استشهد، بدي احارب، بدي دافع، يعني هذا الحكي كله نحن عم يرجع علينا وعم لك عم تطلعي انت اخذت القوه منه صراحه. اكيد لبنى اليوم مهمتكم إنسانية عظيمة أبدا ما أنا سهلة، وثقافة التطوع هي ثقافة ضرورية مجتمعية مفروض نحن ننشئها بأطفالنا عن صغر يعني، وأكيد اليوم في نشاطات خاصة للأطفال عندكم أكيد يعني أكيد. بحكي فيها بلقاءات أخرى أكيد. تحياتنا من خلالك لكل فريق مؤسسة سوريا بتجمعنا بكل المحافظات السورية، يعطيكم ألف عافية. شكرا لكم، وأنا بدي لكم يعطيكم العافية، وأنا بس بدي أتوجه باسم عائلة مؤسسة سوريا بتجمعنا، بدنا نتوجه كلنا لقدوتنا بالعالم.
العطاء لمنارة العطاء طبعاً هي السيدة الأولى سيدة ياسمين. بدنا نقول لها أنه نحن ناطرينك ونحن بالأساس مستمدين القوة منا ومكملين مشوار العطاء على دربها. فنحن دائما قلنا لها أنه نحن أنت قوية مثل سوريا أكيد. فنحن ناطرين ومن نقول لها مثل ما هي قالت أنه نشوفكم على قريب فنحن ناطرين نشوفكم على قريب. آمين يا رب. آمين يا رب. شكراً لك وشكراً لجهود جمعية مؤسسة سوريا بتجمعنا ولكل أيضاً الفرق التطوعية اللي عم تقوم بهي الجهود. شكراً لك. شكراً لكم، يعطيكم العافية.